أمسينا أمس الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في عند المعلم حسونة البسومي، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. وتعالوا نشوفوا العجول الذكورة، اللحم البقري. مساء الخير يا معلم حسونة. مساء الفل. مساء الفل يا غالي، الله يقويك ويعينك وسط حالك. أسعار اللحم النهاردة؟ صلى على النبي الأول. عليه الصلاة والسلام. أذكر الله. لا إله إلا الله. أسعار النهاردة ب 120 جنيه. 120 جنيه. 120 جنيه. بسم الله ما شاء الله، يعني اللي عنده تشتري واللي عايز تبيع له برضه. نبيعه ونشتري. نبيعه ونشتري، بسم الله ما شاء الله. المعلم حسونة البسومة يا جماعة أكبر تاجر في أبو الريش، دمنهور، الله يبارك له. عجول ذكور لحم بقري، إحنا من داخل المزارع بتاعته يا جماعة أهوت، لسه العربية بينزل حاجته، الله يبارك له وسط حاله وحال الجميع، بسم الله ما شاء الله. لبان التلاتة ولا فهم حكس؟ لبان التلاتة يا جماعة بسم الله. بهايم هتتربط لسه يا جماعات، بسم الله ما شاء الله. يعني لو زبون عايز حاجه منها هتبيعها عادي؟ عادي. الله يبارك لك وسط حالك. في 500 وفي 600 وفي اتقل من كده يعني. اللهم صل عليك يا نبي. مال يا جماعه، صلاه النبي عليه، اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله، ربنا يبعد عنه وعننا البلاء يا رب، اللهم امين. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. ثلاث عجول يا جماعه، صلاه النبي عليه محمد، بسم الله ما شاء الله على المال، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. الاسعار يا معلم حسونه، طب العجل اللي في ايدك بيعمل ياما؟ اسعار؟ اي انا مش شاري ميزان والله، واخد الاثنين دول ب 100 و 106 الاثنين دول. بسم الله ما شاء الله. واللي على الارض ده ب 45 ونص. 45 ونص والجوز دول ب 106، اللهم صل عليك يا نبي. 45000 ونص، الله اكبر. عجل صلاه النبي عليه يا جماعه زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله على المال، الله اكبر، الله اكبر. ودول ب 106، اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر على المال، بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا معلم حسونة. اي موازين موجوده عم وائل؟ اي موازين موجوده، الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله. اي موازين موجوده عند المعلم حسونة البسومة يا جماعه، اكبر تاجر لعجول الذكور، اللحم البقري في محافظه البحيره، اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر، الله اكبر على المال، بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا معلم حسونة، بسم الله ما شاء الله. طيب عم وائل، صل على النبي واحد الله. لا اله الا الله، اذكر الله واحد اللي وسك، واذكر رسول الله برضه بعد ذكر الله ونعمة بالله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين يا جماعه، بسم الله ما شاء الله على المال، الله اكبر، اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله. مال صلاه النبي عليه، ربنا يبارك للمال واصحاب المال، اللهم صل عليك يا نبي، وصاحب النصيب اللي هياخد المال، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. مال صلاه النبي عليه، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. حل يا معلمي، اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر. مال يا جماعه، صلاه النبي عليه اهوت، اهم حاجه تعود بقك على ذكر الله وقول لا اله الا الله، ربنا يبعد عنك وعننا البلاء يا رب، اللهم امين. الله اكبر، الله اكبر. اعمل لايك للفيديو واذكر الله وربنا يبعد عنك البلاء، الله اكبر، الله يبارك لك يا معلم حسونة. لا اله الا الله، عليه الصلاه والسلام، الله اكبر على المال يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا معلم حسونة وسط حالك. اتقل من كده كمان؟ في اتقل من كده داخل المزرعه، الله يبارك لك يا معلمي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر على المال، بسم الله ما شاء الله. ماشي يا معلمي، اسحى، الله اكبر. طبعا يا جماعه العنوان مزرعه البسومي، غربال دمنهور، جنب مزلقان جراجس، جزارة المعلم حسونة البسومة، الله يبارك له. عايز كيلو لحمة تلاقي، عايز عجل على بعضه تلاقي، كل حاجة موجودة عنده، الله يبارك له. ولحمتنا من مزارعنا، الله يبارك لك يا معلم حسونة. ادينا الرقم يا صاحبي. 0100 30 64 933 للتواصل. علم من علم مصر، علم من علم مصر، الله يبارك له المعلم حسونة البسومة. يا جماعة اللي عايز كيلو لحمة موجود عنده، واللي عايز عجل على بعضه، نص عجل ربع عجل، الله يبارك له ويصلح حاله. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. أنسبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.